بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام يا حتى وكفى بالشهيد محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعان سجدا يبتغون فضلا من رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بالكفار. وأتى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أفراد وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا شفتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يكفرون شيطانا عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله منهم بتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم فلا يعلمون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر لعلمتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك الراشدون فضلا من الله ونعما والله رحيم والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم أن تكونوا على أنكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد لمن وتولوا من لم يرضوا فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن الظن بعض الظن يسوء ولا تجسسوا ولا تغتروا بعضها أيحب أحدكم أن يكون لحم أخيه ميتا فجلدوه واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأرواح آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجادوا بأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. يمن عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
إلا رحمة رحيم الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ومسائل فلا تقهر فبنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم أردنا أن نسلم بين الذين آمنوا الصالحات فلم يكن ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله أنك بالحاكمين فله على ذلك الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ولد اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرأوا استغنى إلى ربك ارجع أرأيت الذي ينهى عبدا تصلى أرأيت إن كان على الهدى وقرأ تقوى أرأيت إن كان يضلى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم يهدنا شعب الناشية ناشية كان من مخاطئ فليكن لك سند وزبان لك المال لا تضيع هو سجد عقا كريما صلى الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرنا ما ليلة القدر ليلة القدر خيرنا في شهر تنزل الملائكة الروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام يا حتى موطن عين الفجر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين مفكين حتى تجبنا رسول الله يتلو المصحف مطهرا فيه أبد القيمة وتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا صالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند رب الجنة عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أولئك رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يشهدون الشهادة بما عملوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فسد بنبعا فوسط نبي جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهو واوية وما أدراك ما ينال الحامية نسأل الله العفو. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى ماله وما كسب كسر نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنا بالفرد مع رب ورب ورسول رسول إلى يوم يقين اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بنا آمين يا الله وتقبل منا قراءتنا وتجسنا ما كان في تلاوة القرآن من خطئنا ونسيانا وتهم في كلمة أما واجعنا أو تقدير أو ذكر زيد أو زيد أو نصر أو تبلع ما سمع عليه أو رأي أو شك أو سعد أو سعد أو تبع من تلاوة القرآن أو تسليم أو سرعة أو زنا أو في مثل أضرب من أمر ضرب من رمان أو مدين أو تشتين أو زيد أو يزيد أو يرد من رحمتي ورحمتي عند رحمتي أو آيات العذاب فوفقنا يا الله ربنا وكفنا مع الشاهدين آمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونتينا بالقرآن ونفرج بالقرآن العظيم اللهم من يقرأنا في الدنيا قارئا في الخطيب ونساء عن الصراط نورا وفي الليل وفي الستر وهجابا ولهدلين كل هدلين تطبنا على الباب ورزقنا بالقرب ونسبنا على الباب وسعة بشرة الإيمان اللهم يا الله يا ودود يا ذا الجمال والإكرام اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكون للخاسرين اللهم يا حنان يا منان فتر زعيم تعرف بالشيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولابينا ولاجدنا الذين اعمى بدعوتنا وغلتنا وسوائنا وكبائنا ولمشاربنا ولمشاربنا والمسلمين والمعلمين ولاحبنا في الدين ولمن ارسل الينا ولمن قائمنا وحكم علينا برحمتك ارحم الراحمين اللهم انزل الرحمه والنعمه والشفاعة المغفره وانا خصوصا لمن تم هنا بسببي وخصوصا المرهوم ابو سليم سليكا المرهوم بابا جمعين المرهوم بابا المرحوم بابا بجو المرحوم بابا باهر المرحوم بابا بمن المرحوم ابو سرينا المرحوم ابو نبي برضا الله بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة حق القرآن وبشفاعة حق القرآن وبركة حق القرآن وبجاه حق القرآن اغفر لنا وارحمها وعافي وغفرها واغفر لهم وارحمهم وعافي وغفرهم ولا بد من قبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله يرفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنة وكافئ عما سكن وأهل أنت مخافة والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها اللهم
واغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم اكرم قرهم وتقبل منا اللهم اجعلهم من اهل الجنه برضاك دعنا بشفاعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اجعلنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.